شح الموارد المائية ونقص الغذاء والجوع والتصحر من أكبر التحديات التي تواجه دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وقد تصدرت هذه المواضيع طويلة النقاشات في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الفاو الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما. نتابع مع عماد العضيلي. يبدو أن شح الموارد المائية ونقص التغذية والجوع قضايا باتت تشكل ثورة عالمية خامدة قد تنفجر بأي لحظة، خاصة في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التي يعاني فيها أكثر من 43 مليون شخص من الجوع. كل هذه التحديات كانت على قائمة أجندة المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو الذي عقد مؤخرا في روما. نحن في المملكة نعمل على تنمية القطاع الزراعي، لكن يجب علينا نحرص أن يكون قطاع زراعي مستدام، بمعنى أن احنا نحسن استغلال الموارد الطبيعية الموجودة عندنا وبالذات المياه. نتعاون مع كثير من الدول فيما يتعلق بفتح خطوط تجارية لتبادل التجاري فيما يتعلق بالأغذية. تنظيم علاقة الدول مع بعضها حول المياه أيضا هذه تحكم باتفاقيات ومعاهدات بين هذه الدول. المنظمة دورها تنظيمي للدخول بين هذه الدول، باعتبار أن هذه المنظمة هي بيت الخبرة الغذائي والزراعي في العالم. ثلاث مبادرات تم طرحها في هذا المؤتمر تعنى بشح المياه ونقص الغذاء والتصحر، كما وطرح المشاركون من وزراء مياه وزراعة أهمية لا مركزية في اتخاذ القرار، خاصة وأن هذه التحديات تعصف بدول الإقليم كافة. أكبر تحدي أو أكبر شيء مطلوب هو التنسيق بين الجهات العاملة في أمن الغذاء على المستوى القطري وبين الدول على المستوى الإقليمي، فالتنسيق أمر ضروري. التنسيق هذا أمر هام. هنالك حاجة إلى التنسيق الإقليمي. المشكلة تفوق قدرة كل دولة على حدة من أجل معالجة الوضع، لذلك لا بد من التنسيق، وبالذات في موضوع المياه هو موضوع إقليمي بالدرجة الأولى. ومن شح الموارد المائية والجوع جاءت موجة الاضطرابات السياسية والثورات في بعض دول الإقليم لتوسع الفجوة القائمة ما بين الإنسان واحتياجاته الأساسية، خاصة مع قضية اللاجئين من جهة والازدياد المطرد في أعداد السكان من جهة أخرى. من العاصمة الإيطالية روما، عماد العضايلة، MBC.